الجزاء. بدر مطوع 1-1. كور بدر ضايع، كرة بالعمق، كور بدر مطوع، كور الخطير الجزاء. أصبحت ثقيلة يا العين، أصبحت ثقيلة 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 يا العين. ثلاثية كويتية توصل وتؤهل القادسية إلى دور نصف النهائي. بدر بدر ملعوبة وخطرة وتلعب الجول وتنحط جول. بدر مطوع منقولة للغدسية بشكل حلو، منقولة لأغلتين ثلاث وكرة. وقلت لك يلعبون في الفراغات الغدسية، لما قلت لك اثنين وتقدم بدر من خلف في هذه الفراغات وبشكل تشكيل ونقلتين حلوين وهدف مرسوم للغدسية في الدقيقة 24. الهدف الأول للقادسية الكويتية، هدف التعادل لبدر المطوع، المطوع يأتي بهدف التعادل للقادسية الكويتية. لاحظ العرضية، لاحظ الضغط كما ذكرت، وسط فرحة واضحة لعشاق ومحبي وجماهير نادي القادسية النادي الملكي. على هذه المفاجأة، على هذه البداية كنت قلت الكرة خطيرة، يجود لاعبي القادسية. إثر المتابعة على ما أظن المتابعة كانت من نواف المطيري، نواف المطيري تسديدة من جمال مبارك والكابتن لعبها وبمنيجر تسقط وهو نواف يتابع. يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله، عفوة كبيرة يا بمنيجر، غلطة الشاطر مكلفة والخبرة ضيعت هذه